صافي داكور. المهم احنا بدينا نسجلوا. ياك اها واخا كنا قلنا لك سعد بلي لك البي ار اها كيتداو زعما او نيفو ديال لي سومين اكسونتريال اها ولكن واحد شو هو ماكسي فين راك؟ لا واخا غير قول وغادي نشوف هذا الحديث. ديك شي واحد الصوره كنت شي بقي بونسيف فيك كانوا شويه فوق درتهم شي عليهم. لا دابا انا كنت ديجا شرحت لكم القضيه ديال البي ار مع اللونغرين فهمتيني. فقلت لك البي ار ديما مرتبطه بلي سومال اكسونتري ديما فيما كاينه سومال اكسونتري راه كاينه بي ار ولي لونغرين تيجي او نيفو ديال الدالاج ديما لي لونغرين مرتبط بالدالاج ما تيجيش في النيفو ديال السومال بمعنى انه لي بي ار تيجيو في النيفو با ديال السومال بار كونتر لي لونغرين تيجيو او نيفو ديال الدالاج توجور او نيفو ديال الدالاج فهمتيني خاصك تفرق ديما بيناتهم اون فوا تشوف قلت لك سومال اكسونتري بحال هذه اللي تنوريك دابا في التصويره هذه سومال اكسونتري على عكس سومال سونتر وشرحت لك داك النهار قلت لك فوالا علاش تنديرو البي ار قلت لك لا شارج باش ما تقلبش باش ما تقلبش نورمالمون لا شارج تجي بحال هكا فمني تجي لهنا وتتفرق على هاد البلايص هادو ملي تجي لهنا تتفرق هكا على السومال شنو غيوقع ليها هنايا توقع واحد المومو غي بحال غيبغي تقلب بحال هكا غيبغي يدور هكا فهمتيني هادي غتبغي تقلب لهاد الجهه فباش نيفيتيو هاد المشكل هذا تو سامبلومون تنزيدو واحد البي ار هنا شاده مع السومال سونتري باش تشدها باش ما تقلبش فان فوا انت تشوف سومال تشوف بي ار بوتر دو غوتغيسمون ان فوا تشوفها عرف بان كاينه سومال اكسونتري تما قلت لك فوقتاش تنديرو لي سومال اكسونتري تنديرو لي سومال اكسونتري الا كان التيران ما مسموحش لينا اننا نديرو فيه هو غالبا جوج الحالات لا اقل ولا اكثر الحاله الاولى هي الجيران لي فوازان انت عندك مثلا واحد التيران بحال هكا مثلا هذا هو التيران ديالك اللي غتبني ولكن الاشكال هو انك هنايا في هاد الحدود هادو هاد البلايص هادو عندك فرصالة وحدة مثلا عندك لا فاصاد هي هادي وعندك هادي الفاصاد الوحيدة اللي عندك هنايا اللي بالخضر مثلا عندك يا انوار عندك تخاشيش مزيان دابا صافي فقلت لك هنايا عندك فرصادة مثلا عندك فصاد وحدة وهنا عندك لي فوازان فكاع هاد البلايص كاع أي بوطو هنا غتجي تحت منو سومال اكسونتري أي بوطو كيما كان هنا غتجي سومال اكسونتري غتجي سومال دايرة مثلا هذا هو البوطو السومال ضروري غتدخل هنا علاش ما تقدرش ديرها سونتري لأن إلا درتيها سونتري غتدخل عند الجيرة هاد التيران اللي من هنا ماشي ديالك هاد التيران ديال الناس الآخرين ألوغ أنت مضطر هنايا باش دير سومال اكسونتري و اون فوا دير سومال اكسونتري خصك دير بوتر غود غيسمون اللي غتجي شاده هكا وشاده هكا او نيفو ديال او نيفو با ديال السومال داكور مفهوم هاد القضيه ياك مفهوم انت عقل ديما ان البي ار تجي او نيفو با ديال السومال واللونغرين تجي او نيفو ديال الدالاج اللونغرين مرتبطه بالدالاج والبي ار مرتبطه بالسميتو وفي هاد الحاله هادي في هذه الحاله خصك تعطي دو بلون غالبا تعطي دو بلون الا عندك مثلا بحال هذا التيران هذا بطبيعه الحال غيكونوا فيه لي سومال اكسونتري بزاف غيكون هنا في هذه لالين غتكون هنا في هذه لالين غتكون هنا في هذه لالين فغيكونوا بطبيعه الحال الا كانوا لي سومال اكسونتري بزاف غيكونوا لي بي ار بزاف فهنا تدير واحد القضيه باش ما يتشربكش لك البلون ديال الفونداسيون باش ما تبقاش اشاك فوا ديال لونغرين على بي ار لونغرين على بي ار تعطيه واحد 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 البلون واحد اخر تيتسمى بلون فونداسيون تيكون فيه لي سومال وتيكون فيه غير لي بي ار تيكون فيه غير لي بوتر دو غودريسمون وتعطيه بلون واحد اخر تتسميه بلون دالاج شنو تيكون فيه تيكون فيه لي لونغرين تيكون فيه عاوتاني لي سومال غير انت تديرهم بوينتي
كوم كوا انهم رجعوا لتحت، ولكن تيكون فيه لي لونغرين ما تيكونش فيه لي بي. فهذيك الساعه الفونداسيون بحال تتقسم على دو بارتي، بارتي او نيفو با ديال السومين وبارتي او نيفو ديال الدالاج. مفهومه الشباب هذه القضيه ولا لا؟ مفهومه. الا ما مفهوماش قول لي. شوف ناخذ مثلا هذه واحد الكوب في او نيفو ديال او نيفو ديال ديال الفونداسيون. تخيل معايا عندك 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 هذه وهذه. شوف هنا تخيل معايا كوب غندوزوها في هذه البلاصه هذه. حنا درنا هذه السوميل هذه راه هي اكسونتري بي 23 اكسونتري، وهذه سوميل سونتري. وتخيل معايا انني غادي ندوز كوب لونجيتيدينال في 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 هذا اللاكس هذا التي تطلق في هذا اللاكس هذا ديال خمسه، يعني غتجي مع غادا مع اللاكس خمسه اون باراليل مع اللاكس خمسه، غتعطيك شي حاجه بحال هكا بليزو موا بحال هكا. ها السوميل اكسونتري ها السوميل سونتري داكور. بحال تقول دابا هادي بي 23 هي هادي، والبي 20 والبي 18 هي هادي داكور. الو هنايا البي ار فين غتجي؟ هنا البي ار غتجي في هاد البلاصه، غتجي هنا نيفو السوميل. نيفو السوميل هادي هي البي ار، يعني في فين حفرنا غتجي البي ار هنا البي ار. بار كونتر اللونغري اللي غتجي فوق منها غتجي او نيفو ديال الدالاج، غتجي هنا داكور. مفهومه؟ فمنعاودوش هاد النقطه هادي ديال ديال اللونغري لانها ساهله في الصراحه ودوزنا فيها وقت كبير. من بين المشاكل عاوتاني اللي كنت لقيت عندك السي بوبكر هو لي بوطو. لي بوطو كنتي درتي واحد القضيه وانه شديتي هاد لي بوطو هادو اللي جاو هنا في الجناب ناكتيفو لارشي. دائما فاش تكون تدير دائما فاش تكون تدير اسمحوا لي دائما فاش تكون تخدم واحد بلون بيطو ارمي ديما 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 خدم عقلك. علاش دير بحال انت تبني هاد تدير هاد البلون بيطو ارمي تديرو لراسك، يعني تديرو لواحد الدار ديالك او واحد لي موبل ديالك. فالغلط اللي درتي انت هو انك شديتي كاع لي بوطون اللي كانوا في هاد لالين هادو اللي جاو في البيريفيريك كلهم خرجتيهم على برا. انا دابا ما عنديش البلون الاولاني، كنت نقدر نوريك شنو داك الغلط اللي درتي، ولكن سي با غاف انا نحاول ما امكن نغيزيني لك المشكل وصافي. هاد لي بوطون هادو شتي هاد لي بوطون اللي جاو في البيريفيريك هنايا هادو كلهم خرجتيهم على برا. فانتيا في لي زيتاج في لي زيتاج خدمولك خدمولك خارجين وجايين في الحيط هنا. قال لي بوطو كانوا خارجين هنا في الحيط. علاش؟ لانك انت عندك هنا بالكون فخدمولك هنايا مزيان ما كان عندك حتى شي مشكل، ولكن فاش جيتي تحطهم في 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 الغيت شوسي خرجوا على برا على برا التيران فهمتيني. فجاو البوطوات اولا اونيفو دو ليستيتيك معيقين باسلين، وثانيا خسروا لك في الكونسيبسيون. عاود انا كلهم شديتهم الينيتهم. واحد المشكل واحد اخر كنت درتي شنو هاد لي بوطو هذا، واحد البوطو جا هنا اكزاكتومون هاد البوطو هذا كنت حطيت جهزيتيه من لي زيتاج وبقيتي غادي معاه غادي معاه مزيان واحد شويه في واحد في الغيت شوسي ولا ما نعرف ديبلاسيتي. فما يمكنش شي بوطو غيطلع من التحت غادي عادي واحد شويه غيديبلاصا 5 سنتيم ولا مع 10 سنتيم وشويه غادي يرجع كما كان فهمتيني. خاص بوطو من البلاصه اللي طلع منها يبقى طالع الينيشن حتى الفوق داكور. هذاك كيكون غير شي سهو واقيلا ما عرفتش اللي كيفاش؟ كون غير شي سهو. لا لا باش 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 تيفيتي هذا المشكل هذا ديما شد البوطو من البلاصه اللي رسمتيها الفوق، وكما قلت لك ديما خذ واحد البوان ريفيرونس اللي ما تتبدلش بحال لي زيسكالي بحال لاسونسور، حيت لاسونسور ما يمكنش غادي يتبدل او غير ديبلاصا. الارشيتيكت ملي تيحطو راه تيحطو اليني من الفوق لتحت، فشد واحد البوان ريفيرونس ومن ديك البوان ريفيرونس بقى تكوبي لتحت 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 وانت غادي باش يجيك اليني من التحت حتى الفوق، حيت هذا راه مشكل كبير فهمتيني. ونيفو د ليكزيكيسيون في الشونتي ملي غيجي يحطو البوطوات يقدر شي واحد ما تيخدمش عقلو يمشي ديبلاسي لك البوطو يحطو ويخدم عادي ما كاين حتى مشكل. واش فهمتي؟ شفت واحد التصويره لحتها لكم في الجروب، وكنت هضرت معاكم المره اللي فاتت على قضيه لي ريديسور.
ديكم فوالا لي ريديتور، نحاولوا ما امكن ايفيتيو نخدموا بيهم. علاش؟ لان فيهم مشاكل بزاف، ولا كنا غنخدموا بهم واضطرينا نخدموا بهم ما يكونوش هازين اكثر من نيفو واحد، يعني يجيو مثلا في ليطاج الاخراني مع الروتري بحال اللي وريتكم المره اللي فاتت. باقي عاقل ياك سي بوبكار؟ سي بوبكار باقي عاقل على هاد المساله؟ فشتي ديك العماره ان فوا غتشوفها علاش طاحت. الا تفرجتي في ذاك الفيديو شوف ديك العماره مزيان، شوف يعني منين بدات تطيح، شوف كيفاش معوجه او نيفو ديال الريديسور اللي هو بادي من نيفو ديال الغيت شوس، من نيفو ديال البلونشي ديال الغيت شوس وطالع حتى للفوق 7000 نيفو. وشوف كي عوجت من ديك البلاصه، وشوف الغريب هو انه طاحت كامله الا النيفو ديال الغيت شوس، والغريب اكثر هو ان هذاك الريديسور طالع من البلونشي ديال الغيت شوس، بمعنى ان الغيت شوسي ما كانش فيه حتى مشكل. هذاك الريديسور خلق لهم مشاكل بزاف. علاش؟ لانه اول حاجه ضعيف، ثاني حاجه البوتر اللي تحت منه ما مكالكيلاش مزيان. هذيك نورمال البوتر خص يكون فيها 100 وزيادة، 100 وراه قليله فيها ومشارج يا حبيبي. داكور، فالريديسورات ايفيتي انك تخدم بهم، ايفيتي انك تخدم بهم الا لا اضطريتي وما يكونوش هاد لا شارج بزاف. ثاني حاجه ما تهزهمش فوق الكونسول، كاين بعض الناس تيجي تيحط لك الريديسور فوق الكونسول، حتى هي مشكله. حاول ما امكن ما تهزش الريديسور في الكونسول الا كنتي مضطر وما كانش هاز، ما كانش هاز. داكور، هادشي فيما يخص البوطوات. شنو عاود تاني؟ شنو عاود تاني؟ الصراحه انا دابا صلحت هادشي هذا كامل، ولكن كانوا عندي بزاف لي رومارك على الـ على الـ على البوطوات. دابا اللي غتقدر دير هو شنو غادي دير؟ ملي غنصيفط لك هذا البلون هذا اللي صلحته انا، غتشد هاد لي بوطو هادو، انت مازال عندك مازال عندك الفيشي القديم، غتاخذ هاد لي بوطو كاملين سيليكسيون سيميلير، راه غيتسيليكسيوناو كاملين وكوبيهم فوق البلون ديالك، وغيبان لك غيبان لك المشاكل اللي كاينه في لي بوطو. انوار عندك اخويا الصداع، صداع بزاف، عندك الروينه. والله يا استاذ عندي زاكتي بالميكرو من بعد ناكتيفي صافي. داكور، راك انت مرون اخويا انور. واخا سي بوبكار صافي، واخا سي بوبكار قول لي. دابا انا قلت لك هاد الرينيو غالبا غيكون غير باش نشوفوا المشاكل اللي عندكم. فين كان عندك مشكل واحد بحال دابا؟ شوف شوف، ها هي شي حاجه اللي مازال محتفظ بها من البلون ديالك. الا شفتي معايا مزيان، شوف هنا شنو درتي. درتي في هاد في هاد البلاصه هادي درتي بي ار. علاش درتي بي ار هنا؟ غير باش نقول لك دابا الا حاولت تمشي جهه اليسار ديال الرادي، جهه اليسار ديال الرادي، اها، حدا الفاسور فين هذا؟ هو الرادي فين جهه اليسار؟ شوف شوف هذاك هذاك اللي حداه الله يفرق. شنو هو؟ هذاك بي بتشوف هذه هذه لا اللي حداها اللي حداها بيك اب. واش اسكا حداها على الله على شنو هنا؟ هذيك زيد زيد فوالا وقفت تما. هذيك ال جي 3 ال جي 3 هي هذيك ال جي اللي طالعه من تحت، هي درت ليها بي ار ياك؟ لا هي يمكن درتي لها بي ار. وعلاش درتي لها بي ار هنا؟ دابا انا جيت تشوف اش وصلت لك فاش كنت تسويك في واتساب. اها واخا عرفت شنو دير، بقى بقى معايا بقى معايا، نفتحوا الفيشي اللي صيفطتي ليا الا ما كنتش موديفيت فيه. نتمنى ما نكونش موديفيت فيه، سينو نعاودو نتيليشارجي. شنو سميتو؟ شنو كنتي صيفطتي لي سميتو؟ بلون بيطار مي جوان 1 ياك؟ جوان 1 نيتا. عيف عنكم صلحتو واقيلا، واخا بلاتي ماشي مشكل، نصور لك قاعد نصور لك. لا لا ماشي مشكل، انا عندي، انا محتفظ بكاع لي ريفيرونس لي كاع لي بلون لي صيفطتي لي عندي. بقى معايا انا غنتيليشارجيه.
الفيشي تقيل شي شويه، لان المشكل هو البروجي كبير شويه بزاف. فوالا، هذا هو البلون اللي صيفطتي لي. والو فوالا، ها انت كنتي درتي بي ار هنا، ما عرفتش علاش درتي بي ار هنا. دابا باش كنا سويت في واتساب، راه تما فين وقع الهضره، كنت كتبت لك واحد الصوره في واتساب اللي شتيها، اها، واقيلا ديك الساعه انت كتحاب لك بلي ديك السومي اللي عليها ديك اللي فيها دابا بي ار اللي كندوي عليها حاليا اللي فورت، كنت كتحاب لك واش اكسونتريك. دابا نصيفها لك شوفها انت هاي. غادي غير نوماني عليك في الجروب. واخا، ما علينا، ماشي اكسونتري، سومي الاكسونتري باينه شناهي. سومي الاكسونتري ديما البوطو راه تيجي فوالا فوالا، غير واحد فليكسبيليتي. القضية دابا أنا اللي ما فهمتش هو ملي كيكون مثلا واحد تكون فيه لونجري شاد في لونجري ما شاداش، مثلا إلا دي زوميت هنا وقف هنا وقف في اللاكس دي، لاكس باش تمشي دي 13، اكس دي دي 13 ها هو الاكس دي الفوق هنا. وي شوف تما اها، في واحد لونج رينج جايه من تما وضاربه في لونج تادي رينج درتي اخر. ليها بي ار، تادي غلطه. فوالا دابا هادو ما عرفتش كيفاش كنديرو ليهم، ملي كتكون مثلا ملي كتكون لا، مثلا لونج جرين، لونج جرين. ها، وانا قلت لك، انا قلت لك وي لونج جرين، ولكن الديمونسيون ديالهم ما عرفتش فهمتيني، واش خصها تدخل في الاخرى ولا تهزها ولا فهمتي. ولا شوف دابا، تو سامبلوم، بوتو جاي في اما انت قلت السونتر، لك عندك بي ار بوتو صافي القضيه واضحه. لا شوف، بوتو جاي في السونتر ديال سوميل ايزولي، بوتو جاي في بيريفيريك ولا في ليكستريميتي ديال سميتها ديال سمي ماشي السومال، تسمى سومال اكسونتري. داكور، صافي، هادي راه ما فيها فين تلف. سومال ايزولي مع سومال ايزولي راه لون جرين، صافي، نيشان. فهنا كنتي بزاف اللي درتي لهم، جو بونس انا كاع اللي جاو في البريفيريك درتي لهم نتايا. لا ماشي بيريفيريك، لا ماشي اي وحده جايه مثلا من ضرباش في بولونيشان في اللاكس، اها، قلت لها هذه اللي جايه في عزه باش تهز، معناها الشغل ما تقدرش تمشي. داكور، بقى معايا ابو بكر واحد الدقيقه. اخ الو واخا، المهم سي بوبكر، صافي، هاد المسألة ما نعاودوش، رجعوا ليها ياك اخويا. لا لا صافي، واضحة واضحة صافي، يلا واخا ندوزو. قلت لك راه جوج الحالات تنديرو فيها لي سومال، تنديرو فيها البي ار وتنديرو فيها لي سومال اكسونتري. بالضبط، لي سومال اكسونتري تنديرهم جوج الحالات. الحالة الأولى اللي معروفة عند كلشي هي ملي تيكون عندنا لي فوازان، يعني التيران ماشي ديالك وما عندكش الحق تدخل ليه، صافي خصك تدخل السومال داخل باش ما تدخلش عند جارك. هالحالة الأولى. الحالة الثانية هو ملي تكون عندنا دي جوان، فهمتيني، عندنا واحد جوان وعندنا جوان واحد آخر، وتما تنديرو واحد جوان دغيبتيغ، فهمتيني، تنديرو جوان دغيبتيغ. وشرحت لكم المرة اللي فاتت فوقتاش تنديرو جوان دغيبتيغ فوقتاش تنديرو جوان ديلاتاسيون، فهمتي. فملي تكون عندنا جوان دغيبتيغ تنديرو سومال اكسونتري باش ما ندخلوش السومال الجهة الأخرى. داكور، صافي، اللهم يسر. دابا واحد القضية، وي خويا، دابا هاديك اللي دوينا عليها قبيلة كتكون لونجرين جاية من مثلا من السوميل، كتضرب مثلا في الوسط ديال واحد لونجرين، مكتضربش في البوطو، فهمتيني كيفاش؟ شنو هما لي ديمونسيون اللي كندير، واش كنمشيو العادي النورمال اللي كشي عطيتيني؟ العادي تتزيد عليها 5 سنتيم وتتحط الأخرى. هادوك نقص دي 5 سنتيم في الحالة هادي. دابا انت عندك بحال دابا مثلا، تخيل معايا هذه لونغرين، فيها هذيك راهي هذيك لونغرين فيها 45 مثلا، هذه اللي غتجي اللي جاهزه تكون فيها 50. صافي، داكور، وقلت لك بان اللونغرين الا كانت قريبه للبوطو، مثلا هذه اللونغرين هذه الا كانت قريبه للبوطو او قريبه للسوميل، الا جات هنا، الا جات في هذه البلاصه هذه، سي با لا بين اننا نديروا لها الماسيف اون كرو بيتون. عرفتي الماسيف ديجا شرحنا المره اللي فاتت. وي عرفت الا كانت بعيده على البوطو ديك الساعه غادي نديروا الماسيف. فقلت لك علاش بالضبط ما غنديروش الماسيف هنا فوق هنا ملي تجي حدا السومال، علاش غنديروش الماسيف؟
لا الجوج حاجات، لان اول حاجه قريبه من البوطول، ثاني حاجه هو ان كاينه ديجا السومال تما، فما كايناش علاش نديرو الماسيف. تكون بعيدة بزاف. تكون الوسط مثلا هنا تقدر دير ماسيف اون كرو بيت، غالبا تيكون فيها 40 40 40، يعني 40 في العرض 40 في الطول 40 في الارتفاع، ولا تيكون 50 كذلك هو مثال في العرض وفي الطول وفي الارتفاع. بعد الخطرات الا كانت لون جرينه كبيره ولا شي حاجه نقدروا نوصلوا ل 60، نقدروا نوصلوا ل 70، سا دي بوينك ميزان كوصافي، يعني ما سي با لا بين انك تكالكيليها، فهمتي؟ دا شنو الحاجات اللي كنا شفنا واحده اخرى؟ كنا هاد البوطو، هاد البوطو شتيه شنو درتي له نتايا؟ شتيه جبتيه انكليني، فجاني الصراحه بيزاغ علاش جبتيه انكليني بحال هكا. واش حيت البوتر دايزه بحال هكا صافي غندوزو حتى هو انكليني؟ لا، البوطو قلت لك ديما ما تيتباعش البوطو، انسى عليك البوطو، تيتباع لون بلاسمون ديالو في الحيط، خصو يجي مخبي في الحيط. وقلت لك ديما انه منين تجي تحط الكونسيبسيون ديالك حسب بحال اللي تتبنيها لراسك، فما يمكنش نتايا غتحط له البوطو في غتحط له البوطو في داخل في واحد حاجه فيت كولوار مثلا ولا شي حاجه. مادام فتحنا البلان ديالك اللي صيفطتي ليا، فمزيان نشوفوا كاع دوك لي زيرور اللي كنتي درت. انا اكتب البلان دارشي ونشوفو هادشي. واخا شتي، شوف هنايا، شوف هنا، بقى معايا نديزاكتيفي لي دال لي بلونشي. داكو، شوف هنا مزيان، شتيه؟ اول حاجه فيه جوج المشاكل، اول حاجه جبتي انكليني ما عنده حتى شي معنى يجي انكليني هكاك، ثاني حاجه هو انك شوف سديتي واحد الكولوار هنا، شتيه؟ واحد الباساج هنا. كنحسن يجي زعما اوريزونتال باش يجي مع الحيط، تقدر لا ما كاينش الحيط، فين هو؟ ما كاينش الحيط هنا، زعما تحت الحيط زعما يدور، زعما يدور. هاي اكزاكتو، مرة داكشي اللي درت له انا في البلون ديالي دابا نوري لك، بقات 60 سنتيم هنايا، 60 سنتيم بنادم خصو يدخل جم. فهمتي؟ كاين هذا، انا غنوريك هنايا في البلون ديالي شنو درت له. اصبر شويه مع هذا البلان عندي ثقيل، مع البروجي شويه كبير، بروجي شويه كبير. شوف انا شنو درت له هنا، شتيه؟ بحال هكا خصو يجي بحال هكا، خصو يجي بحال هكا. واحد المشكل كان عندك، بلاتي نحيدو هادي، غير باش نديرهم فيرتيكال، نحيدو هادي. عرفت شنو درت، سديت ماشي مشكل. نشوفوهم هورايزونتال، نو فيرتيكال، صافي هاكا مزيان. غادي نحيدو هاكا. كان واحد المشكل قلت لك، كان مشكل هنا، كان مشكل واحد اخر هو تيشبه له، الا شفتي هنا مزيان. ها نشوف، شوف هنا مزيان، شتي شنو كاين هنا؟ هنا كاينه الباب، هنا راه كاينه ديجا حيط غير ما تيبانش، وعاوتاني نفس المشكل، شديتي الكولوار وسديتي. ما كاينش مدخل. بالطبيعة. فنفس الشيء، انا صلحت المشكل هنا. تنظن هو هذا بالضبط، هو هذا، فانا جبته هنا، هو شي جاي مع الحيط الفوق. كان عندك مشاكل عاوتاني، كان عندك شي مشاكل هنا في البوطو الفوق، هذوك اللي قلتي خارج عاوتاني. هذاك ما عرفتش انا علاش درتي لهم بحال هكا. ما شتيهم هاد لي بوطو، هادو شديتيهم وخرجتيهم برا. راه قلت لك ديما لي بوطو فاش تجي تحطهم ديما شوف 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 الغيتشوسي، لان الغيتشوسي غالبا هو اللي تيحكم على لون بلاسمون ديال لي بوطو كاع. هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه المشكله ديالها هو ان كاين عندك بالكون هنايا، ما كاينش مشكل في لي زيتاج، ولكن غيخلق لك مشكل او نيفو ديال الغيتشوسي. علاش؟ لانه غيجيو خارج البيريفيريك ديال
ديال التيران ديالك. ها هو الغيت شوسي عرفتي دبا الحال هذوما. هاد شتي شنو المشكل فينا؟ خارجين خارجين على برا شوف. عين هبطهم. بطبيعة الحال خاصها الليميت ديالهم يكون شي وحدين مقادين ولكن هادو طلعتيهم الفوق. داكور؟ واخا كاين بزاف الحالات بحال هكا ولكن المهم حنا حاولنا ما يمكن نصلحهم. شنو عاوتاني وصافي سي با لا بين نزيدو نكملو في هذا الموضوع هذا صافي. واخا قول لي ابو بكر شنو المشاكل اخويا اللي كانوا عندك ديجا مع لي بلان؟ صراحة هادشي هو اللي خلينا هو اللي كان صراحة ايوا واخا لي بوتر لي بوتر ما زعما المشكل باش كيكون عندي باش غنشد مثلا غنصور مثلا شي حاجه اذا كاين شي حاجه سي انوار اللي كانوا عنده مشاكل في لي بوتر بزاف لانه هو اللي خدمهم. كنسولتو مره واخا شوف ونطون دونك صيفط لي سميتو غادي ناكتيفي الميكرو ديال سي بوكر سي انوار ونشوف. عرفتش علاش ما بغاش يخدم يمكن هي تيلي انوار عنده شي مشكل ما كيتسمعش دابا؟ دابا مزيان مزيان دابا؟ واخا مزيان اخويا كنتي مزيان داكشي بيه واقيلا من عندك واخا اخويا انوار لي بوتر بلاتي نجبد داك البلان لي صيفطتي ليا راه مازال ما شفتوش في خبارك. هذا الاخراني هذا واخا داك ودابا سامر شويه كوميم حسن من الاول حيت هذا الاخراني هذا هو اللي الاغلاط اللي صحت فيه الاغلاط كاع اللي قلتي لي داك واخا شوف دابا هاد بي 3 25 على 35 غير منطقيا هي شاده من بوطو لبوطو ولا من كونسول لكونسول فواحد الشابو فيه مترو 50 وشابو فيه 2 مترو شي حاجه صافا لا نفس لا لونغور عندهم راه غير ما عرفتش كيفاش تيجي عليها نفس لا لونغور عندهم واخا نمشيو لبي 3 في لي بلون عندنا نشوفوا بي 3 فين جات بي 2 بي 3 هيا بي 3 دابا شوف قلت لك المره اللي فاتت سواء قال ما رديتيش ليها البال دابا تخيل معايا دابا هاد البوتر هادي من لاكس فيها 2 متر و 90 ف واش انت تيبان لك منطقي ان الروم فور في هاد البي 3 يكون فيه 3 متر بالنسبه لهذيك البي 3 هي من لاكس فيها 2 متر و 90 يعني واش منطقي بي 3 في ليطاج لا خصها تكون اقل شي 100 تكون فيها شي متر شي متر اقل انا قلت باش ما تعذبش راسك في الكالكيل ديال رونفور نقص 50 سنتيم 50 50 من الاكستريميتي ديال البوطو يعني
حيد 50 سنتيم من هنا وحيد 50 سنتيم من هاد الجهة هادي، خمس واللي بقالك ديرو رونفوا، بمعنى عندنا جوج متر رونفوا وتسعين تما تقريبا، غتحيد ان متر غتبقى لك واحد المتر وتسعين غتكون متر وتسعين، متر تمام. وتسعين واخا دابا صافي سامر. واخا جوج متر وتسعين الا قسمناها، دابا انا دابا لي نورم ديال الكالكيل ديال ولا ديال الكالكيل ديال لي شابون ديال لونغور ديالهم راه ديجا معروف. انا باش نسهل عليك قلت لك خد لا لونغور اونتر لي زاكس مثلا اللي بغيتي قسمو على 4 ديفيزي بار 4 قسمو على 4 بليس 0.05 يعني 5 سنتيم. علاش ديك 5 سنتيم؟ باش ديما لا لونغور يكون ملتيبليي بار 5، يعني ما يكونش مثلا متر و 32 سنتيم، يكون اما متر و 35 سنتيم ولا متر و 30 سنتيم. داكور هادي الاول. ها جوج متر و 90 ما نعرف انا دابا ما متاكدش، غير ناخذ جوج متر و 90 نشوف كالكيلاتور. جوج متر هي تعطينا 0.77، جوج متر و 90 مقسومة على 4 زائد 0.05 يعني ماشي متر و 50. جوج متر و 90 ديفيزي بار 4 بليس 0.05 حيت الطول لعبت على الطول ديالها صافي. هنا ان متر نكون دايزه ب ان متر يعني تتجري، فهمتي؟ بحال دابا خرجت لي مثلا هكا 0.77، ماشي مشكل ندير فيها ان متر. ماشي مشكل، ماشي مشكل، راه زايده يعني. صح شوف شوف في لي بلون بيتو ارمي الزياده عمر شي واحد ما يحاسبك عليها الا لا كانت اكزاجيري من طبيعه الحال. الا غيفيريفي يعني ما تنقصش هو البيروت كونترول، فهمتي؟ فالبيروت كونترول اللي لقى عندك الزياده، يعني الزياده ماشي زعما مبالغ فيها، الا لقى عندك الزياده فما غيدويش، ولكن الا لقى عندك النقصان راه كون على تما فين على يقين انه غادي يدوي، فهمتيني؟ فهمتك. فالزياده ما فيهاش مشكل ولكن تكون ريزونابل، 20 سنتيم 30 ماشي اشكال، ما اكثر من داكشي غتكون دايره. واخا شوف عندك مشكل واحد اخر. صافي هذه مفهومه مزيان. واخا شوف راه قلت لك داك النهار سي بوبكا سي انوار المشكل أنوار. هو التركيز، فهمتيني؟ راه ما كاينش التركيز. راه تخيل معايا شنو هو ديتاي ديال بوتر، شنو هي هذه؟ راه هذه اليفاسيون، يعني بحال شديتي بوتر قطعتيها وتتشوفها اون اليفاسيون، يعني شديتي بوتر بحال هذه مثلا قطعتيها هكا من هذه الجهه حتى لهذه الجهه وتتشوفها تطلع عليها باش تشوف الفراياج ديالها اللي كادر ديالها. لا كوب تي اللي تجي هكا تجي ترونسفيرسال تجي هكا بيربونديكيلير عليها باش تشوف لي كادر. الهدف هو تشوف لي كادر لي بار انفيريور لي بار سوبيريور الى اخره. فانت دابا مثلا هنايا في هذا البوتر هذه هاي شوف درتي ودويت لك داك النار قلت لك بانه ديما الحديد بالنسبه لي زارماتيغ اللي تيجيو انفيريور بالنسبه للبوتر ديما الحديد التحتاني الديامتر ديالو كبر من الحديد اللي فوق منه. قلتها لك ياك باقي عاقل على هذا المعلوم؟ قلت لك ديما بانه غتلقى تروات تي 12 تروات تي 10 غتلقى تروات تي 14 تروات تي 14 هذه عاديه، ولكن من المستحيل تلقى تروات تي 12 وفوق منها الرونفور ديال 14، يعني خاص التحتاني هو الرونفور يكون التحتاني هو اللي يكون ديال 14، ديما الديامتر الكبيره هي التحتانيه. هنايا هنا خلاص هنا درتي تروات تي 10 والرونفور درتيه درتيه تروات تي 14 خص يكون قل، ماشي قل ماشي على الديامتر. دابا الاشكال هو دابا كيفاش مرتب انت الحديد، عاد نهضروا على انه مستحيل يكون 14 ولا 10 في بار في بوتر فيها 35 سنتيم، يعني ما منطقيه الا لك انت بغيتي تصغر البوتر وتزيد ليها في تزيد ليها في الحديد. يعني بعض الخطرات تكون مضطر لهذه القضيه هذه، تكون عندك مثلا واحد البوتر جات في واحد البلاصه اللي ما خصهاش تفوت 35 ولكن هي في الصراحه دايزه بكثر من 35، دايزه مثلا ب 40 ولا ب 50 وتضطر انك دير لها واحد ديمونسيون واحد الروتومبي خاص يعني تتنقصه، ديك الساعه تزيد في الحديد، فهمتي؟ ديك اللعيبه ديال زيد الماء زيد دقيق ولا ما نقص زيد دقيق هذا لا هذا نقص الماء زيد دقيق، العكس الا نقصت زيد دقيق والا نقصت الدقيق زيد الماء زيد الماء فهمتي؟ العكس ديما العكس ديما العكس. فاول حاجه انت غلطتي هنايا، نورمالمون الحديد الكبير هو اللي خصو يكون لتحت والحديد الصغير هو اللي الفوق، يعني الا زينا غير نصلحوا هاد اللعيبه غنديروا لهاد الفليش هذا هكا ايوا دابا سيما حيت كاتب له انت ديجا وهذا كيهبط لتحت ولكن انت ديجا كاتب رونفور فهمتي فما تقدرش تهبط. فهنا نورمالمون خصك تبدل الديامتر مثلا غادير له الديس هنايا والدوز هنا تما آه.
واخ هرجع هرجع باش نوريك غلط واحد اخر. هنايا بعد ما يمكنش يكون فيها ترواتي كاتوز ترواتي ديس، والاشكال هو ان عندك كونتراديكسيون ما بين ليليفاسيون ما بين هنايا الكوب. هنايا درتي ترواتي دوز ترواتي ديس، وهنا درتي ترواتي كاتوز. المهم مرونه وصافي، فهمتي؟ شربكة. هذا اللي غدا تصيفط له اه شلون تحمقوا نص ساعة يعيط علي. اتحمقوا اتحمقوا، ما غيفهم حتى الفلان اللي صيفطي له. شافوا فيه مترو 50 الاخر فيه جوج مترو، فهمتي؟ مرونه لا لا، وصافي. ديك ما ركزتش فيها مزيان، ما ركزتش فيها مزيان، لا لا، ربما الاخرين مقادين. مازال ما ركزتيش بزاف في الحاجات، فهمتيني؟ اه مازال عندك بزاف. واخا نشوفوا بي 5 مع بي 6، بي 5 مع بي 6، نجيو نطلعوا على بي 5. بي 5 بي 5 ها بي 6. شي وحده بي 5 مع بي 6، ما عرفتش منين جبتيها. واش عندنا بي 5 مع بي 6؟ ما عندناش بي 5 مع بي 6، عندنا بي انا 5. ايطاج هذا. لا راه لي بوت راه يخدموا لكاع لي زيطاج. اه اه و خدمت على طول رمضان. حيت نورمالمون بي 5 شاده في كونسول، وما يمكنش يكون فيها 3 كونسول، متر، كونسول او ما يمكنش يكون فيها 3 متر، فهاد البوتر ما عندها حتى علاقه مع بي 5 اللي كاينه في اللي كاينه في سميتو. لا، في الكونسول تكون شاده في كونسول. ايوا في كونسول، اذا غلطه هذه. دابا حتى الديتاي ديالها غلط، فهمتيني؟ واخا بلاتي نشوفوا بي 1 مع بي 2. بي 1 مع بي 2 عندك مشاكل اخويا ابو بكر، خصك اخويا انوار. ابو بكر ديما مصيد. عندك مشاكل اخويا انوار، خصك ضروري ما تعاود هادشي كامل. شوف خاصك تشد البوتر، غنفتح لك شي اكزومبل باش وريني كيفاش هذيك جدك هذيك اللي كتحط في الكونسول، وريني كيفاش كدير عفاك، راه واخا هي كدا داكور. في انا واخ نشوف هنا بغيت نوريكم شي اكزومبل على شي بروجي سبوتر. كنا ديجا خدمناه باش نشوفوا. هذا مثلا نشوفوا هذا مثلا، شوف دابا شوف معايا سي انوار، شوف معايا ها عندنا ان ا فيها 25 فوق 45. ان ا ها هي، ان دو ها هي، شاده في واحد ان دو اللي صغر منها. غالبا هاد ان دو غيكون فيها شي 30 ولا 35، حيت 30 هذا اتاسيون لون ديالو، فحيت انا مضروب في جوج. دابا هذا راه 35، فهمتيني؟ فوالا فيها 35. غنمشي للبلون دابا. انا واحد الانسان اللي تيخدم سميتو، انا واحد تيخدم ليكزيكيسيون، فهمتي؟ غنمشي للبلون، غنشوف ان ا، هاي ان ا فيها 45، اذا بحال داكشي اللي حاط له مع من مع ان 2 ملصقه مع ان 2 اللي فيها 35. فيها 35. داكور. بالنسبه للشابو هانت هي ما عرفتش شحال فيها. المهم انا الرونفور درت فيه 4 متر، فهمتي؟ قلت لك بانه مادام هي غتجي تلاصقه مع ان دو اللي هي صغر منها، فهاد الحديد هذا التحتاني بلاتي الشباب ندير لكم النوار باش يبان لكم داكشي مزيان. هاد الحديده هادي الا جيت انا مشات نيشان، فغتخرج من البوطو وغتبان لي على برا. شنو تندير لها؟ قلت لكم اي تنطلعوا الكروشي كنعوزها. تنديروها برجيله وتنطلعوها الفوق. فاش تنجي نديسيني انا لي بوتر، تنديسينيهم بحال تندوز شي كوب هكا لونجيتيدينال على هاد البلاصه هادي كامله، فهمتي؟ عندي ان 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 دو ان ان، فهمتي؟ فهكا البوتر تتكون. لا مشيت لان دو، شو لا مشيت لان دو، ان دو في البلون،
ان 2 في البلون شاده في ان 1 من جهه وشاده في ان 1 من جهه داكور. نفس الشيء غندير ليها في ليفاسيون. هانت ان 2 شاده في ان 1 وشاده في ان 1 هنايا. فهنايا شوف عند هذا بينت لي بار اللي هما هادو كروشي ديالهم، وهادو نفس الديكور بينت لي بار اللي كاينين هنايا عاوتاني كروشي ديال. لا جيتي باش ما يخرجوش، باش ما يخرجوش. دابا الا شديت مثلا انا هادي حطيتها هنا وشديت اختها هادي ان دو اللي حداها، راه تبان منطقية. تبان منطقية. شوف خصو يجيو منطقية. فهمت. شوف غندير ايشاب شتيها ان ا ان دو، يعني كيما قلت لك بحال تتخيل انك ندير واحد لا كوب هكا لونجيتيدينال باش تبان لك. هكا تيتخدموا لي بودر الشباب. وانا قلت لك خدمهم ديفينيهم مانيال باش تعرف كل حاجه فين تتحط. ما تبداش باللوجيسيال اللي تيعطيك لي بوتر واجدين لان ما تفهم حتى شي حاجه. حاول ديفينيهم مانيال باش تفهم كل بره فين تتكون، وتتفهم فوقتاش غيكون ديامتر كبير، فوقتاش غيكون ديامتر صغير، شناهوما لي شابو، شناهوما لي رونفور، شناهوما مثلا لي بار باطو، لي بار دو بون. فهمتي؟ كنت هضرت لكم على لي بار دو بون سماطي، تيقولوا لهم الشونتي سماطي، عرفتيهم؟ كنت قلت لكم بان البوتر ام فوت سماطي هما اللي قلتي، الا فاتش فات 60 ام فوت فوت، هما كاينين اللي تيقول لك ام فوت فوت 55، ولكن انا غالبا تنديرها في المينيموم 55 مثلا. الا فات 55 تدير واحد الدوبار ديال تي ديس ولا ديال تي ويت تيتسماو سماطي. فهمتي؟ هادوك باش يشدوا لي كادر باش ما يعوزوش، ملي غيكونوا كولي ولا غيكون بنادم غادي فوق لي بوتر تقدر ديك البوتر تاع دوك لي كادر يعوز، فتيديرهم باش تبقى شاده البوتر راسه. كاينه واحد اللعيبه تيديروها عاوتاني في الشونتي، ما عرفتش واش ديجا شفتوها ولا لا. تيسميوها بحال تيقولوا لها بحال الحزامه، تجي واحد البرا وما ما تعطيهاش لهم البيغو ديتيد، هما تيديروها في الشونتي، تيديرها الحداد، تيدير واحد البرا دايره بحال هكا. شنو نقول لك، دايره تقريبا بحال هكا، شي حاجه بحال هكا. هذه تجي شاده في لي كادر، يعني تجي بحال هاد بحال هاد لي بار ديال سميتو، تجي هكا. ما بقيتش عاقل بالضبط شنو تيقولوا لها، تجي انكلينيات، تجي بحال هكا شي حاجه خربيقه بحال هكا. عندها واحد السميه ولكن ما بقيتش عاقل عليها، تيقولوها في الشونتي هذه ما تعطيهاش لهم بيغو ديتيد، وهي بحال الحزامات. فهمتيني؟ عا باش الحداد ملي تيخدم الفرياج لتحت تيشد واحد الحديدات بحال هكا باش تيشد لي كادر، باش سيرتو ملي تكون البوتر كبيره بزاف مثلا ستيل الفوق باش ما تعواش له، حيت هما تيهزوها بالكروه، فباش ديك البوتر تبقى محافظه على ديك لا فورم ديالها وما تعواش ولي كادر ما يديطاشاوش، فتيدير لها واحد الحزامات بحال هكا باش تبقى شاده. هو نفس الدور ديال لي بار دو بون، لي بار دو بو باش يشدوا البودر انها مت لي كادر ما يواجهوش، ما يفلومبيوش. فهمتي؟ فلومبي داكور. فكما قلت لك سي بوكر، عاوتاني خصك تعاود ترجع تقاد لي بودر ديالك. وقلت لك فيما تسالي لي بودر ديما ربطهم بالبلون ديالك، يعني غنشد ان ا نمشي نشوف ان ا في البلون ديالي، حيت هكا الناس ديال الشونتي راه هكا غيقراو البلون، راه غيشد ان ان فيها 45 وغيمشي للبلون ديالك وغيشوفها مع من شاده كيفاش غندير لها الحديد، خاصك تعطيه داك الشيء مضبوط ومغير. فهم صافي، غادي مفهومات ان شاء الله باش تعاود تقال. صافي صافي واخا سي طومي باش نبدا فيهم اليوم ان شاء الله. واخا شنو سي انور اللي كان عندك مشكل، كنت قلتي لي عندك شي مشاكل؟ بالنسبه لهذا المشكل هو تقريبا مثلا كان شي بوتر الوسط اختي زعما كتمشي كونتيني زعما ما كنديروش هذوك لي كروشي ابار الا كانت شاده من البوطو البوطو ولا من الكونسولا الكونسولا، شي حاله اخرى كتكون ما كتكونش كونتيني من غير الا كانت شاده من الكونسولا الكونسولا ولا من كانت شاده من البوطو البوطو. مثلا شوف عندك مثلا انت واحد الباتيمون دايره بحال هكا وفيها بوطو هنا مثلا، انا دابا تنعطيك مثال حيت كاينين مثلا دوك لي سانيتير اللي عقلتي، الا شفتي لي سانيتير اللي تيتبناو في المدارس ولا شي حاجه تيجيو معزولين، تيجي فيها اربعة البوطوات ولا مثلا
دابا هاد البوتر هادي اللي عاد هنايا راه ماشي كونتيني، هي شاده في بوطه وشاده في بوطه، بوطا بوطا، فهمتي؟ واللي كانت حداشي اللي كانت حداشي باتيمون اخر زعما لاصق عليها. الا جبنا مثلا، تخيل معايا الا جبنا بحال هكا مثلا، كانت بحال هكا مثلا لينفر يعني حداها، هذه كونتيني، هذه هنا تتولي كونتيني. قبيله كونتيني، كانت صح. ايفولي، ولكن هنايا هاي شوف فهمتيني، هنا ولات كونتيني، هنا خصك شابو شادها من هنا حتى لهنا، يعني دوك لي تروا شابو اللي غتجيب راه غيجيو هكا، فهمتي؟ غيجي واحد هنا، هما تيكونوا ثلاثة. دابا تخيل معايا بحال اللي تتشوفها من الفوق، البوتر تتشوفها من الفوق، تتشوف الحديد ديالها من الفوق، هنا غيكونوا ثلاثة الشابوات وغيكونوا كونتيني شادين على هاد البوتر وشادين على هاد البوتر. بار كونتر مثلا هنا لي شابو اللي غيكونوا بالجناب غيكونوا شادين غير بجهة واحدة، يكونوا شادين غير هنا. واش فهمتي هاد القضية ديال لي شابو؟ فهمتك. فهمتي؟ فهمتك. هادو هما لي شابو، ثلاثة هنا، هادي جاية لوسط هكا، وثلاثة هنايا. الاخرين غيجيو وسطها في المفهوم هذا. داكور، وخصك ترد البال ان هاد البوتر مثلا يقدر يكون فيها 50 وهادي يقدر يكون فيها 40، فمنين هي تجي مثلا على تجيب حسب هنا جنبها هادي غتكون هابطة ب 40، وهادي غتكون مثلا هابطة ب 30 ولا طالعة، شي حاجة، تكون طالعة فهمتيني؟ فمنين جات ب 30، هادي صح، طالعة فضروري خصني نكروشي هاد الحديد هذا باش يطلع لفوق، لينفريد باش مثلا الحديد ما يخرجش الاخرى. فوالا، لينفريد هاد البوتر كبر من هاد البوتر غيولي العكس بحال هاد ان ان، شوف غيولي هادي اللي فهمتك. جاية كروشي ماشي هادي، فهمتي؟ فكذا الحديد باش راه الحديد ما ساهل. يخرجش من البودر. اكزاكتو، كديسينو بحال كتشوفهم، صافي بحال تتعطي كتشوفهم السيد، مباشرة. اكزاكتو تتعطي السيد فاش غادي يخدم. بالنسبة للكونسول ما صافي عرفتش مفهوم انا هذا. واش عندي ديجا كونسول، كنا دوينا على لي بوتر، قلنا بان الفراياج اللي تيكون لتحت نورمالمون هو الفراياج اللي خدام، هو الفراياج اللي هاز لا شارج بزاف، ديما البوتر غتلقى الفراياج التحتاني هو المهم، الفراياج الفوقاني يعني انا تهضر في الحالات العادية، في بوتر هاز لا شارج عادي، حيت بعض الخطرات يقدر يكون هاد الحديد الفوقاني هو الكبير، مثلا في حالات لا كان ريديسور ولا شي حاجة بحال هكا، فهمتيني؟ ففي ديك الحالات يكون الحديد تا هذا هاد الفوقاني تا هو كبير، وكاينة الحالة الثانية اللي هي كنا دوينا عليها المرة اللي فاتت، الحديد الفوقاني هو اللي تيكون كبير. علاش الحديد الحديد الفوقاني الفوقاني هو الكبير، هو كنديرو ما كانت لا كانت هازه لا شارج بزاف، كنديرو الحديد الفوقاني هو الكبير. هي لا ماشي انا، لا وهذا هو التحت، هذا نفس الجواب ديال جاوبته المرة اللي فاتت، دخل الظرافه، ماشي كونسولات. كونسول. اكزاكتومون كونسول، كونسول. شوف هنا الفوق، هنا الفوق راه تلقى دوز دوز، وبعض الخطات تلقى سيس سيس، حتى دي كونسول صغيرة، كاين دي كونسول اللي تيكونوا كبار، كنت ديجا وريتهم لكم المرة اللي فاتت، الحديد ديالهم التحتاني كبير، تنظن غتكون درتيها شي حاجة هنا، فوالا هاي، هادي وحدة كبيرة، شوف 16 16 من الفوق. فلا جيت ندوز شي كوب، إلا جيت ندوز شي كوب الشباب في هاد في هاد الكونسول، غنلقى الحديد ديالها داير بحال هكا، غنلقى هادي بالعكس، العكس، غنلقى هادي بحال هكا، داكور، غتلقى هنا 6 ديال 16، ولكن بار كونتر هنا غتلقى 3 ديال 12 ولا شي حاجة بحال هكا، داكور، مفهومة؟ قلت لك ديما الكونسول راه الحديد الفوقاني ديالها هو اللي تيكون كبير ماشي التحتاني، صح. ترد البال لهاد المسألة. ولي شابو ديالها، الشابوات ديالها بلا ما تنحسبهم، من طبيعة الحال تنحسبهم، غير هو لا لونغور ديما ضربو أمتر أمتر إدمي، يعني مثلا عندك كونسولة هنايا خارجة بأمتر، ضربها في متر ونص ودخلها، هاد القضية تنديروها حتى في سويت. عندك بالكم اي هذا بقى في هذه الحاله اللي مثلا نتايا عندك مثلا صغيره، حيت كاين هاد لا لونغور وكاين لا لونغور اللي غتحسب فيه مثلا، حيت شوف دابا انت ملي غتحسب الشابو من هاد البلاصه حتى لهاد البلاصه راه غيعطيك واحد اللونغور، هذاك اللونغور زيد عليه باش خارجه باش خارجه الكونسول، هذا هو باش اختكم، خرج الكونسول. هذا هو اختكم واقيلا. شوف اخر، نشوفوا شي مثال عملي باش ما نبقاوش تنهضروا هناك. هنا مثلا ياك شتو راه كونسول، هاي كونسول شتيها بي اس سي، فغنجي هنا غنجي هنا وغنحسب هاد البوتر هادي، شوف هاد البوتر فيها 5 متر و56، ياك 5 متر و56 ديفيزي بار 4 باش نحسبها.
550 ديفيزي بار 4 بليس 0.5 هتعطيك مترو 45 الشاب. مترو 45 مترو 45 واخا. طيب هذا الشابو تنهضروا على الشابو اللي غيجي هنا، ولكن هذا الشابو انا زيد عليه من هنا حتى لهنا. شحال عطانا؟ مترو 56. مترو 56 زيد على ديك مترو 44 اللي حسبتي. مترو 56 شحال عطاتك؟ عطانا 3 مترو. 3 مترو داكور. 3 مترو. دابا هادي الاولى كاردي هاد الكوتي عندك، ها هو فيه 3 مترو. غنجيو غنديرو حاجه واحده اخرى، غنشدو ديك مترو 56 ونضربوها في امتر اي دمي، غتعطيك شي 2 مترو 30. فدير فيها 2 مترو 30 ماشي 3. دير فيها 3 مترو، الكبير فيهم هو 3 مترو. الكبير فيهم هو اللي ديرو، حيت بعض الخطرات تقدر تعطيك هاد لا لونغور صغير. مثلا اذا كانت هاد البوتر صغيره، هاد البوتر هادي تقدر هنا يعطيك غير شي امتر، يقدر يعطيك مثلا هذا غير امتر. فامتر لزتي على مترو 50 ولا 2 مترو 50 ياك صغيره. صغيره واش فاهم مني يا الشباب ولا لا؟ فهم انا فهمت. داكشي اللي بغيت. عندك دو كوت، عندك دو كوت تما، يعني ديما خذ الكبير فيهم. اما تحسب اما تحسب الشابو هنايا وتزيد عليه مترو 56 وتشوف شحال عطاك، ولا تشد هاد مترو 56 وضربها في مترو ونص. مترو ونص وتعطيك شد مترو 56 ضربها في مترو ونص وتشد، حيت مره مره كيكون داك اللور ديال داك البوز اللي شد داك تكون صغيره. صافي اكزاكتو تكون صغيره. صافي فهم مفهوم هادشي اللي كاين. صافي واخا صافي مفهوم هادي السيد مجد. نفس الشيء بالنسبه للي دار بلان الشباب، اللي دار بلان تشوف ال نورمالمون هادي راه غلطه، حيت ال خصها تكون هنا. هو مساعد مجيد دخلت ردنا ديك الاخرى بيض بيض لحد الان كيفاش مزيان. كيفاش؟ زعما تبدا بالبيض. بالبيض ما تبانش، وانا درت زعما بالنوار، درتها بالنوار باش تبان لكم مزيان. شوف نفس الديكور بالنسبه لي دال بلان، لي دال بلان لي دال لي خارجه بورتافون بحال هادي مثلا، بحال هادي باينه هادي، هادي دال بورتافون. نفس الديكور عاوتاني تنشدو هاد لا لونغور من هنا لهنا، هذا ها هو من هنا حتى لهنا، وتنضربوه في ميترونس وتندخلو به داكور. تنشدو مترو تنضربو في ميترونس وتندخلو به، يعني الحديده غنشدها من هنايا، لا لونغور ديالها غيجي هنايا. هاد مترو فاصله صفر ربعة تنضربها في ميترونس باش تخرج في هاد البلاصه هادي. مفهومه؟ مفهومه هاد. واخا هاد البلاصه هادي اللي تنديروها اشيري، اللي دايرها انا اشيري. علاش دايرها اشيري؟ لانها تكون بليزو موان دال بلان، غيكون فيها الحديد غادي بحال هكا. وهاد هادو اللي تتشوفو شنو هما هادو؟ هاد لي لين، هادو لي دو لين لي هادوك هادوك دال اوردي دال اوردي. ولكن شنو هما هادو؟ هادو في ليكزيكيسيون شنو هما هاد لي لين هادو اللي هابطين هاك؟ هادوك لي بوترين. لي بوترين فوالا اكزاكتو. لي بوترين ولكن انت المجيد تسمى خصنا نديرو تسمى الوردي نيجاتيف. اكزاكتو هادشي اللي بغيت ندوي عليه، هاد القضيه اللي بغيت ندوي عليها. هنايا في هاد البلاصه اللي هي اشيري تنديرو لي زوردي نيجاتيف. لي زوردي نيجاتيف شحال تيكون لي بيسور ديالو؟ 8 سنتيم. الهوتور ديالو شحال؟ 8 سنتيم. كاينه ديال 8 وكاينه ديال 12. ولكن هو في الشونتي اش كيديروا؟ كاين شي واحد كيقول لك اسيدي حنا غنمشيو مثلا عندنا خطك الدار 25، غنمشيو بداك البيسو اللي قل اللي تحت منه مباشره، ماشي غادي نديروا 8 ديال 16. فهمتيني كيفاش؟ لا لا عرفتي علاش؟ انا نقول لك اش كنا شفت واحد الشونتي واحد النهار. واخا انا نقول لك شوف دابا هي دار بورتافون، باش تعرف البرانسيب ديالها هو انه هاد البوا اللي كان عندك هنا، البوا اللي عندك في هاد البلاصه هادي، هاد لا زون هادي، خاصو يكون كبر منه هذا اللي هنا اللي الفوق. مش ميقلبهاش يعني الفوليم ديال البيطو الا حسبتي اكزاكتو باش ما تقلبش. الفوليم ديال البيطو، الفوليم ديال البيطو اللي عندك هنا دابا، هذا برانسيب اللي تيتخدم عليه. الفوليم اللي عندك هنا هذا اللي يكون هنا يكون كبر من هذا. راه شرحت لكم المره اللي فاتت كيفاش تنحسبوا، فهمتيني؟ بلا درتي الوردي ديال 16 هنا راه يكون عندك. نشوف هاد لاكوب هادي اللي جا اللي عندنا هنا.
تخيل معايا الا درتي دابا هذا مثلا الوردي ديال ال11، هذا اللي لتحت مثلا، هنا راه الوردي ديال ال11 من هنا لهنا، لنفرض غير نفرض هذا ديال ال11، فهنايا الدال بلا مع هادي الا حسبتي الفوليوم بيتوارمي ديال هادي غيكون اكبر من هادي طبيعة الحال باين. فتخيل معايا انت الا درتي كما قلتي، الا كانت الفا ودرتي ديال 16، 16 غيجيك هنا، يوليك هاد الفوليوم هذا ضعيف مقارنة مع هادي، يقدر يغلب عليه ولا لا، رغم انه هو الحديد في الصراحة هو اللي داير، ولكن واخا هكا لان الحديد هو اللي تيكون هاد لاشارج. المهم انا داكشي اللي كتشوف واحد الشونطيس وهذا دابا في الشوانت راه غتشوف عجائب وغرائب، فهمتيني؟ عجائب عجائب وغرائب، خصك غير تكون انت واثق من داكشي اللي كدير وتكون فاهم مزيان باش ما يزرب عليك حتى شي واحد الشونطي، فهمتيني؟ ماشي عاد تدخل بحال داخل الحرب، يعني بالاحترام وبالاداب وكذا تتحاول، حيت كاين شي ناس في الشونطي اللي ما صعيب المفاهمه معاهم وصعيب، سيرتو الناس القدام شي شويه، فهمتي؟ كنت عاودت لك واحد القصه واحد المره، لقيت واحد البلومبري فارع واحد الفيلا، واحد البوتر هزه تقريبا بليزو موا واحد 50% من الفيلا، وجا باش يدوز القادوس ديال الما ديالو عراها من الوسط وقطع ليها واحد جوج حديدات وهبط القادوس. فاش جيت عنده قلت له شنو هاد الشيء هذا، قال لي انا 30 عام وانا خدام بهذه الطريقه، يعني تخيل معايا يكون طاحت عليك ديك الساعة 30 عام وهو كريمين 30 عام وهو يدير فلوس، فهمتي؟ فتناقشت انا وياه قلت له والله الا 30 عام راه را را 30 عام وانت تدير في الكوارث. فكان الرد ديالو قال لي دابا انت عاد جيتي اليوم ولا عاد جيتي البارح، عاد الولد اليوم غتجي تعلمني انا كيفاش نخدم، فهمتي؟ صعيب صعيب باش ما تتعامل مع الناس، فهمتي؟ ما تقبلهاش، فهمتيني؟ ما تقبلهاش. وتخيل معايا دوك الناس، يعني كان واحد السيد ديواني خدام في سبته، وكانت الفيلا ديالو وعنده جوج وليدات ولا ثلاثة، تينعس هو وليداتو على برا، حيت شنو فاش ضرب ديك البوتر تشقات من الجناب، وبقات الضالة تتشقق من الجهة اللي فيها هي، اللي فيها ديك البوتر. فالسيد خاف وبدا تينعس في الزنقة، يعني تا جيت عاد زرعت له واحد دو بوطو، قلت لك واحد اوغوزمون كان داكشي في البلونشي او ديال الغيتشوسي، زرعنا له واحد البوطو فوق لي لونغرين، دو بوطو في ديك البلاصه اللي فيها هذيك الثقبه، بحال شديت ديك البوتر قلت لكم وقسمتها ديفيزي بار دو، ما بقاتش مهزوزه على دو بوطو ولكن ولات مهزوزه على كاتخ بوطو، ديري دي صور صغار، وخليت له هو ديك الثقبه اللي دار بغي غيدوز في هذاك الشيء. راه تلقى مشاكل في الشونتي، خصك غير تكون انت واثق من داك الشيء و والفراياج انا قلت لكم سيرتو او نيفو الفراياج، ما في البدايه ديالك ما تعتمدش على لي لوجيسيال اللي تيعطيو الفراياج، لا روبو ولا سي بي ولا حتى شي حاجه ولا ارش ولا والو، حاول ديسيني الفراياج ديال لي بوتر ديال لي دال ديال لي بوطو، ديسينيهم مانيال باش تعرف كل حديده في تسجي، باش منين تمشي تشونتي ان فوا عينك ميزانك غير تشوف واحد الحاجه تعرف بان فيها الغلط ولا ما فيهاش. واخا يجي يقول لك فوالا راه عندي لي بلون فيهم قدا وقدا، قول لهم هذوك لي بلون انا ديسينيتهم حديده بحديده، انا نقول لك بلا ما توريني لي بلون، هذه راه فيها قدا وقدا وفيها مشكل خاصك تبدلها. هاد المهاره فوقتاش غتكون عندك؟ ملي غديسينيهم مانيال وغتبقى تعرف الحديده، يوليو بحال وليداتك، كل حديده غتبقى تعرفها فين جات وكيفاش خاصها تكون الى اخره الى اخره. باغ كونتر الناس اللي تيعتمدوا على لي لوجيسيال، راه كاين الروبو بعض الخطات تيعطي شي حديد ما تتفهمش حتى شنو هو ذاك الحديد، وتتمشي الشونتي غتسوي فيه واحد الحاجه اللي انت ديجا ما فاهمهاش وما عارفها. ما فاهمش. في الاول ديالك حاول تعتمد انك ديسيني مانيال، كما وريتك سي انوار ذاك النهار قلت لك هاد مثلا هاد البروجي هذا، هاد لي بوتر اللي تتشوف انا مديسينيهم مانيال يعني بيدي، يعني ما كاين حتى شي لوجيسيال، ها هو عندي ديجا ارماكاد ممكن ديسيني بارماكاد ونخرج نومنكلاتير، عندي ديجا بروتا ستريكتور اللي ديجا وريتكم الشباب انه تيعطي الفراياج اوتوماتيك، تيديسيني لك اوتوماتيك مثلا ما عرفتش بلاتي، شوف واحد الفيديو واش ديجا عندي وريكم بعدا بروتا ستريكتور. بروتا ديتاي هذا فوالا،
هذا اللوجيسيال هذا. بروتون. بروت هذا تركي، لوجيسيال تركي. دوك لي نورم ديال المغرب شكون تيخدم بهم انت؟ راه فرنسا لا؟ لي نورم، وحنا تنخدموا بلي نورم ديال فرنسا. لا زعما زعما فهمتيني زعما ما عندناش حنا كاع، حنا غير كوبي كولي من فرنسا. حنا فرنسا بحال بحال، ما كاينش شي دولة فرنسا اللي قادرة فيها مثلا. لا لا دابا 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 المغرب، المغرب معظم الكليات راه تيخدم بلورو كود، فهمتيني؟ ما بقيناش معتمدين على فرنسا دابا، حيت اوروبا عندها واحد الكود معتمد على كاع الدول الاوروبيه، فهمتيني؟ فحتى المغرب ولا تيخدم بلوروكو. نشوف شي الشباب، شي واحد تيصيفط انفيتاسيون اكسبتي. شكون هو تاني؟ نشوفوا شي بلان جديد. شوف هاد هاد البروجي مثلا، ديجا انا درت له الموديليزاسيون في بروتا وجبته. فشوف ان فوا تنكليكي هكا مثلا، شوف معايا دابا هذا راه ديجا درت له موديليزاسيون، هو يعطيني يعطيني الفرياج ديال ماشي يعطيني غير الفرياج، يعطيني كوفراج وفرياج وكل شيء مقاد ومصايب. ولكن مع ذلك انا هاد القضيه هادي ما تنصحش بها بنادم اللي هي لا بادي، اللي هي لا بادي خصو يرسم كل حاجه لراسو، خصو يخدم كوفراج لراسو، خصو يخدم فرياج لراسو، كل شيء ديسينيه مانيال على الاقل بعدا في البدايه، فهمتيني؟ عاد ديك الساعه يدوز اللوجيسيال اوتوماتيك، من لي لوجيسيال اللي تيعطيو لي ديتاي اوتوماتيك، تتبقى عنده واحد الفاز وحده اللي غيديرها، هي الفاز ديال الفيريفيكاسيون، غيشد لي بلون غيبدا يفيريفي. فهو مع تجربته غيبدا يعرف واش شي حاجه واش هي ريزونابل، واش هي فيها ديفو، فغيصلحها. ولكن اللي بادي اللي عطيتيه شي حاجه اوتوماتيك راه غيجيب له الله بان هذيك راها صحيحه، لانه اصلا ما عندوش تجربه. فحاولوا الله يرضي عليكم في الاول، ما ديسينيش بشي لوجيسيال، وما ما تخدمش باللوجيسيال اللي تعطي لي ديتاي ولا تعطي لي بلون اوتوماتيك، تدوز من هذه المرحله ديال انك تخدم بيدك، كوفراج بيدك، فراياج بيدك، لي ديتاي بيدك، لي كوب بيدك، كلشي بيدك. حتى ديك واحد ديك المهاره ديال اللي مشات لي، حتى ديك المهاره ديال ليماجيناسيون، ديال التخيل، ديال بعض الخطرات صافي تتفورماطا، تتولي عندك مزيانه، فهمتيني؟ ديك المهارات تتولي انك ممكن تخيل الحاجه وديسينيها بلا ما تشوف. هنشوف دابا هذا مثلا بروتا تيعطيك هاد لي بلون، هما موجودين، ها هما لي بروتو بلون ديتارمي ديالهم، ها لي دال، شتي لي دال ها هما بلي بوتر ديالهم، بكلشي ليهم بلي ديمونسيون ديالهم. هنايا الفراياج ديال لي بوتو، هو عطاني لي فراياج ديال البوتو اوتوماتيك، شتي؟ بالحق ما تقدرش تعتمد عليه، فهمتيني؟ ما تقدرش تعتمد عليه لان يقدر يكون فيه دي زيرو. فوالا ها تشوف هو الفراياج هو خادمه. من بعد ها هو عطاني هادو لي فوال، شتي لي فوال؟ ولكن شوف هنايا مزيان، هنا لي فوال هو نسى لي زيتريي، لي زيتريي كاع ما دارهمش، فهمتي؟ الديتاي ديال الفوال ها تشوف هنايا مثلا، شوف الركوفرومون، عرفتي الركوفرومون؟ قلت لكم، شرحت لكم المره اللي فاتت الركوفرومون، ما شرحتوش لكم ياك؟ هو واخا من بعد نشوفوا قضيه ركوفرومو. ركوفرومو راه هو واحد الحديده تجيبوها مع حديده، شوك ديامتر عنده واحد ركوفرومو خاص، يعني الملاقيه، الطول ديال الملاقيه ما بين حديده وحديده. ملي تلاقيو حديده ديال 14 مثلا مع حديده 14، ماشي هي ملي تلاقيو حديده 16 مع حديده 16، الملاقيه ديال الحديد 16 غتكون بطبيعه الحال اكبر من الملاقيه ديال الحديد 14، تيتسمى لا لونغور ديال ركوفرومو. هو تيتحسب، تيديرو واحد الكويفيسيون مضروب في الديامتر، مثلا 50 فوا الديامتر ولا 60 فوا الديامتر ولا 70 فوا الديامتر، سا ديبون الكود اللي غادي تخدم. داكور؟ داكور.
من بعده غنشوفوهم في ليدال وغنشوفوهم في ارماكات الى اخره. يعني احنا دابا مازال ما وصلناش لهش. هنا لي بوطو انتم ما تتشوف لي بوطو هو عاطيهم ليا، ولكن هنايا في لي بوطو انتم ما تتشوفوا عاطي اسباسمون واحد. احنا عارفين في لي بوطو ما تيكونش اسباسمون واحد، في الجهات الملاقيه تيكون لي اسباسمون قريب والوسط عادي والفوق عاوتاني قريب. داكور، نمشيو للحاجه اللي مهمه عندنا هي لي بوتر. شو هالشباب ها نشوف ها لي بوتر، او اعطيني كاع لي بوتر. علاش غنصدع راسي انا نمشي نديسيني الديتاي ديالهم ونقحهم راسي؟ ها هو الكوفراج ديالهم بكلشي ليهم بلي كوب ديالهم. ها نشوف ها هما لي كوب ديالهم، مقاد مصايب، وماشي غير مقاد، مصايبهم لك وعطيك حتى النوموكلاتي. غا النوموكلاتي كل حديداش شحال النيميرو ديالها، الديامتر ديالها، شحال من بارا فيها، اللونغور ديالها، التوتال ديال اللونغور ديالها، وشيما كيفاش غت كيفاش غت غتحط. يا 5 متر و 10 على 17 سنتيم مكروشي. فها هو عطاني كاع لي ديتاي، شتي مربوحة صراحة. مربوحة فهمتيني، يعني بكليك قضية سهلة بكليك. ولكن دابا الواحد يكون يكون تيعرف يقدر يريزوني، ماشي زعما غادي يعطى داك الشيء يقدر يخدم بكليك. دابا هادشي ما تقدر توصل له تتكون بعد دوزتي ديك الفاز ديك لي طاب قلت لك ديال الدسامالي. علاش؟ باش هنا تجي تقدر تشوف واش هادشي مضبوط، واش هادشي معقول، واش هادشي مزيان ولا ما مزيانش. ها انت لي شابو تا هما عاطيهم، ها حاسبهم وحاط لك لا لونغو ديالهم لي زاكس، وربما الدسان احسن من الدسان اللي غديسيني انت. وعاد مقاد ليهم لي ميزون باج، تيتسناك هنا غير دير له الكارتوش وصافي، تيقول لك اجي حط لي الكارتوش هنا وصيفطو صيفطو العبر. ولكن لا، ما تعتمدوش على هاد لوجيسيال حتى تكون دوزتي واحد ليطاب مهمة هي الديسامانية. صافي يا الشباب، فغنتظر من 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 أنوار. غنتظر من السي انوار انه يعاود كاع لي بوتر للمره الرابعه. غنعاود كامل ان شاء الله صافي. الخامسه الخامسه. وبالنسبه للسي انوار اوكي مزيان مزيان مزيان، ملي كنعاودو مزيان كيدخل داكشي للراس، كيدخل للراس مزيان، تعاود الحاجه مزيان. الى افونسيتي وانتم الشباب غن افونسي انا، الا انتم بقيتم متقلين حتى انا غادي نبقى متقل معكم. فانا قلت لكم ديجا انا موجد لا لا صافي، دابا موجد لكم بروجي اللي غتخدموا من ا تال زد، اللي غدير له انت الكونسيبسيون، انت اللي غتقادو غتصايبو حتى للديتاي. ولكن انتم دابا مازال في لي ديتاي مازال ما 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 مفتوهمش. فاللي غدير السي بوبكر هو تشد لي بوطو، انا نصيفط لك هذا البلون هذا اللي صلحته، اللي ديجا صلحته غنصيفطو لك، وغتهز لي بوطو ديالي اللي صايبت انا وغتحطهم فوق لي بلون ديالك، فهمتيني؟ وتشوف فين كان عندك لي زيرور في لي بوطو اللي حطيتي نتايا. وكل شيء في خاطر قناوة. احنا السلاوية راه معروفين بقناهم، وهي راه شي تاسلا والله العظيم ديما ديما. ايوا فاصل اعلاني يا شباب، فاصل اعلاني واصل، فاصل فاصل ترفيهي، فاصل موسيقي موسيقي، فاصل قناوي، فاصل قناوي. تتعاود تصيفط لي السي عبد المجيد البلون كامل باش انا غنصيفط لكم. كنت وريتكم المره اللي فاتت الشباب، وريتكم بلاتي نشوف كنت وريتكم واحد واحد الكباري. داك اللي وريتينا ديك النهار. فهذاك الكباري خدمت به، انا موديفيت به لي بلون، والصراحه عطى نتيجه زوينه زعما النيفو ديال ديال الاستيتيك جا مزيان. ذوق داكشي زوين؟ لا داكشي زعما مغيز،
فهمتيني، فهادو ديالو شتي، هادشي ديالو تقريبا بليزوموا، هادشي ديالو يعني، هاد الستيل ديال لي بوطو بحال هكا، لي كولور فهمتيني الى اخره، هادشي كله ديال تقريبا ديال دوك الكاس. فشي حاجه زوينه في الصراحه، شي حاجه مزيانه. تم الميزون باج، عنده ميزون باج ممتازه. لا الا شفتي معايا دابا مثلا هادي اطروات، تجي تتكليك غير هنايا بغيتي ترد هكا، تردها لك هكا اكسيت. هذا شو سهل لك؟ لا مسهل داك الشيء بواحد الطريقه ما تخيلش. مثلا افي كارتوش، شوف شنو غادي يدير. شوف شي الكارتوش ديالها كلشي. طيب تخرج تموديفيك الماء؟ لا لا، شي حاجه واعره. ها نشوف، هادي اكات بالكارتوش ديالها، إذا تخيبي اوتوماتيك. هل زعما شي؟ لا لا، تيسهل بزاف الامور، تيسهل بزاف الحاجات، ولكن ما تقدرش تخدم به الا اذا كانت عندك شي شويه، يعني تكون ديجا خدمتي بلي زات خيبي. خلاص داكور. وي ايوا، شنو باقي شي اسئله الشباب؟ باش نساليو هاد البلان. انا ديجا غنصيفطو لكم، انا غنصيفط لكم هاد البلان هذا. غنصيفطو لكم والنيت مزيان، باش تكارديو عندكم حتى هاد، يعني هاد الستيل هذا ديال نخدمو بيه من مرة. اخر ما غنات مو كلثوم عندي انا. اخر ما غنات مو كلثوم عندي، تقدروا تحتفظوا بيه وتخدموا عليه. واخا داكو داكو. واخا، كاين شي سؤال؟ شوف مع الانوار، لا انا الحاجه الوحيده اللي كان عندي فيها المشكله صراحه لي بالنسبه لي بوتر، الا كانت كونتيني كيفاش. المهم هذاك الشيء كامل فهمتو انا. واخا، ونتمنى دابا نحاول نركز دابا مزيان. انا ركز مزيان فيه المره، يعني دابا شوف، دابا انا سولتك قلتي بان ما عندك حتى شي مشكل او نيفو ديال لي بوتر. ف دابا ما عنديش المشكل، دابا غنحاول نديسينيهم بوتر ان شاء الله. فغنتسنى شوف واحد القضيه رد ليها البال. نرجعوا لهذه، وربما نلقاو شي لعيبه فيها. فوالا، هاي شوف، تشوف هاد البره هادي؟ كنشوف هاد، هضرت لك على هاد البره هادي. هادي اللي قلتي فيها 45 درجه. اي اكزاكتومون، اللي فيها كنا ديسينينا ب 45 درجه. عرفتي هادي فوقتاش تنديروها؟ علاش بالضبط انا دايرها؟ نمشيو لشي واحدة أخرى، ربما دايرة فشي بلاصة واحدة أخرى. واخا إن أف، شوفو إن دو، مكايناش إن دو. واخا إن نفسي، إن نفسي، شوفو هاد إن نفسي فين جات. إن نف أ، نف بي، فين هاد نفسي؟ واخا نشوفو هاد نف أ، نف أ، إن كاتر أ، سيس أ. واخا شوف إن كاتر أ فيها 55، وجاية واحد إن سات مهزوزة فوق منها. سي أنوار، هاي ياك. هادوك تيتسماو لي بار دو باطون، لي تيتسماو دي باطون، حدينا بحال ولا لي شيز. تقدر تسميهم حتى لي شاز، يعني هما ماشي لي شاز في الصراحة، ولكن تقدر تسميهم لي شاز، حيت لي شاز تيجيو في الرادي، تيجيو مثلا ما بين برا والبرا، كراسة، شاز هي كرسي، تيجي هز 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 لانابل التحتانية، لانابل الفوقانية على لانابل التحتانية، فهمتي؟ ملي تيكون عندنا راديو جينيرال، تعرف الراديو جينيرال، الراديو جينيرال داير بحال هكا، بحال دار البلان، تيجي او نيفو الفونداسيون، هو اللي درنا في لي زيسكالي الشاز. ربما سي بوبكر يعرفو كثر، لانه هو اللي خدم راديو جينيرال، تيجي بحال هكا، تجي سومال، تقدر تقول سومال في لونت، فتجي شبكة الفوق وشبكة التحت، فهاد الشبكة هادي الفوقانية باش ما طيحش على التحتانية، تيجي وتيديرو لي شاف دايرين بحال هكا،
هكا وتجي عاوجه الجهه الاخرى، فهمتي يا شباب؟ تجي هذا الرجل، تجي غدا الا درتيها طروادي تجي هكا، تجي لهذه الجهه، تجي هكا هكا، وهذا الرجل تتمشي الجهه الاخرى. كتطالع الفوقان. هاد لي شيز هادو الدور ديالهم هو انها، هو ان هاد الحديد هذا الفوقاني باش ما ينزلش للتحتاني، تجي تجي هزاه، حتى ملي شيف تكون في الشونتي تيكون بنادم ما دايز فوق دخلنا. من هنايا برجليه كدا الى اخره، ملي تيجيو كولي فتيكون واحد لا شارج فوق هاد فوق هاد لي ناب سيبيريون. فالا ما كانش هاد لي كنديروهم شيز هما هذا غتهبط وغطيح لا ناب، لا ناب غطيح لتحت. علاه تيديروا هاد لي شيز هذا؟ بليز او موان نفس الديكور بالنسبه لهاد لي بار دوبات ديال الباطون هادو اللي وريتكم هنا. هادو الدور ديالهم هو انه ماشي تيهزو البارة الاخرى باش ما طيحش، ولكن تيعاونو البار، تيعاونو البوتر اللي غتجي هاكا بيربونديكولار، حيت كاينه الا جيت نرسم هنا راه كاينه بوتر جايه هاكا داخله فيها اه بيربونديكولار عليها، فتيهزو هاد البلاصه هادي. داكور، باينه باينه مفهوم مفهومه البوتر مفهوم اللي جيت باين. لنا مثلا وحده ديك لاباز، لاباز ديال ديك الباطو يمكن هاي تكون هاي هاي حاله مثلا، هاي حاله ان سعد سي شتي، هاي بوتر عاوتاني مهزوزه فوق منا. حاله واحده اخرى هاي هنا مازال هذه بوتر صغيره ماشي مشكل، ولكن بار كونتر هذه فيها 45 وهذه فيها 50، يعني غتجي وحده. كاينه مثلا تنظن هنا شي حاجه واحده اخرى شتي، بحال دابا مثلا هذه من جوج جهات، فهمتي؟ هذه مثلا، هذه مثلا في هذه الجهه شتي. فين ما يكون عندنا ملاطيه تنديرو دوك لي بار ديال الباط صافي. وغالبا تياخذوا الديامتر ديال الكبير ديال البوتر، غالبا تياخذوا الديامتر الكبير ديال البوتر. مثلا البوتر فيها الحديد ديال 16، دير فيها الحديد ديال 16 صافي. شنو عاوتاني؟ شوف واحد التصويره صيفطت لك مسعود مجيد، قول لي واش بحال واش هادي ندير بحال هكا التصويره الاخرى. اي بحال هادي، بحال هادو اللي الصوره الاخرى ديك بيترو، الصويره الاخرى بحال دابا هاد بي ان، ماشي ضروري، لان بي ان صغيوره فهمتي، بي ان يلا فيها 20. مي تكون شي بوتر مشارجيا مثلا، فيها تخيل معايا بوتر فيها يا 60 مثلا، ونازله فوق بوتر وحده اخرى اللي فيها 70، فالستير راه كبيره فهمتي، نازله وحده فوق 70 كبيره، فانايا تديرها القديم. حاجه واحده اخرى قلت لكم كاع الملاقيه، شوف فين ما تلقى شي ملاقيه في الـ في الـ في الـ في الكونستركسيون، يعني في الـ في البيتو ارمي، فين ما تلقى شي ملاقيه نقص من لي سباسمون ما بين لي كادر ولا لي بار ولا اللي بغيتي تسميها. مثلا ملاقيه ديال بوطو مع بوطو، بوتر مع بوطو، الا شفتي مزيان شوف هنايا البوتر وهنا البوطو، هنا يشوف لي كادر 5 3 فوا 7 3 فوا 7 3 فوا 7، يعني هنا اسباسمون 7 7 7 7 7، وحنا غادي نتبعدوا على البوطو، وحنا غادي 10 11 حتى ملي تنوصلوا للوسط يولي اسباسمون كونستانت اللي هو 16. فاي ملاقيه، اي ملاقيه كما كانت، سوا بوتر مع بوتر، بوتر مع بوطو، لونغرين مع بوطو، زومين مع بوطو، اي حاجه بحال هكا، دير ديما اي ملاقيه ديما صغر لي كادر بيناتهم. معروفه تتسمى لا زون سيسميك ولا لا زون كريتيك، والهدف ديالها باش ما تهرش ديك البلاصه فهمتيني، باش ما تهرش لي زيفور ديال سي زيمون باش ما تهرش ديك البلاصه، لان في الزلزال الله يستر اكثر حاجه تتضرر هي الملاقيات، فالملاقيات خص لي كادر يكونوا غاديين صافي. مفهومة انوار؟ لان انت اللي غتخدم. مفهومة لا انا مفهومة. نوريكم حالة واحدة اخرى ديال الملاقيات، هو في لي بوطو مثلا، الا لاحظتوا معايا هنا لي بوطو عاوتاني، شوف شو لي كادر هنايا، شوف الملاقية هنا، شوف لي كادر ديال البوطو، نسى عليك البوتر الاسباسمون تيكون قليل تيكون صغير 7 7 7 7 وحنا تنبعدو، ولاو هنا كونستون ديال 15 سنتيمتر، والفوق عاوتاني ملاقية واحدة أخرى ها هي، شوف مع لادان، مع الجهة ديال لادان عاوتاني ولاو 7 7 7 7 وغادا 7 7 7 7 حتى الفوق عاوتاني غتولي 15 سنتيمتر. داكور، هادي حالة واحدة أخرى من الملاقيات. كاينة ملاقية واحدة أخرى أنا نوريها لكم هنا، هذا علاش تندوي لكم على هاد البلاصة، هادي هي لا زون سيسميك،
هاني الكادر كيفاش تيجيو شتي الكادر تيجيو قراب لبعضياتهم اسباس مون 7 سنتيمتر 7 سنتيمتر فهادي حالة ديال الملاقين هذا بوطو تخيل معايا هذا بوطو اللي طالع وهذا وهادي بوطر او هادي بوتر وهادي بوتر مثلا هادي بوتر وهادي بوتر مثلا اي ملاقية اي ملاقية نوريك حالة ديال الملاقية واحدة اخرى هي بوتر مع بوتر وعلاش جبدنا الهضرة على هذه المسألة هذه على ود ديك القضية ديال لي بار ديال البون شوف هنا منين يكون عندك هنايا هاد البار بحال هكا منين تكون عندك هنا فهاد الجهة هادي قلل ليسباسمون ما بين لي كادر وفهاد الجهة قلل ليسباسمون ما بين لي كادر باينة انوار عاود لي سير بجد هاد القضية هادي عاود لي هاد القضية هادي هنا منين يكون عندك لي بار دو بون معنيته ان هاد البوتر هادي ملاقية مع هاد البوتر هاد البلاصة هادي قلل من لي سباسمون ما بين لي كادر من لي سباسمون داكور غيجيو بحال هكا انا شي حاجه في حلقة قلل لي سباس حتى هادي ملاقية صافي صافي لي كادر هنا يجيو قلال مع من مع بعضيات صافي صافي فوق تنحاول ما يمكن اللي بانت لي دابا اللي جات في راسي تنحاول نحيدها عليا باش نتوما باش تخدم مرتاح ما يكون عندك حتى شي تساؤل في الخدمة ديالك لي بار دو بو راه كنا ديجا هضرنا عليهم قلنا ان فوا تفوت 55 ولا 60 تحط واحد جوج برا 55 اها هذيك مفهومة البوتر الشباب ماشي ديما تتجي راه ماشي ديما تتجي بحال هكا البوتر ماشي ديما تتجي لا دال شادة فوق من هنا راه تقدر لا دال تكون هنا خاص تكون تحت اييه اليج دوك اسمو فوالا رحت شفت دارو واحد في واحد الفيلا كنا كنت في واحد الوقيته كنا نديرو راه ماشي بالضرورة الشباب راه ماشي بالضرورة نديروها في لاكروتير كنا في واحد الفيلا دارو عرفتي علاش تنديروها في البلاصة اللي تيكون فيها لاكروتير راه ماشي باش تهز لاكروتير تيكون عندنا شي مشكل تحت اش اللي قلت لك ماشي مشكل تيكون عندنا شي مشكل تحت شي شارجم ولا شي حاجة فتنضطر نهزو البوتر الفوق وراه ماشي بالضرورة عاوتاني تكون يعني تقدر تكون لادال هنا وتقدر تكون هنا فهمتي يا شباب تقدر تكون لا دال هنا يعني البوتر هي البوتر واحد جزء منها روتومبي واحد جزء واحد اخر اونالج فهمتي ولكن شنو هي الحاجات اللي مثلا تمنع عليك انك دير هذا البوتر اونالج شنو هي الشروط اللي خصها البوتر اونالج تخدم فيها مزيان وعلاش علاش بالضبط قلتي في اونيفو ديال التيراس حيت اونيفو التيراس ما عندنا حتى شي حاجه ما عندنا حتى شي حاجه ولكن راه تجي غير في البيريفيريك ما تقدرش تجيبها في بوتر الوسط والله هذيك الناس مدير الوسط ايوا اللي دايره الوسط راه مصيبه خص اصبع الفرس الفوق في السطح الله يصبر واحد البوتر طاح ب 60 واقيلا وانا ها غير باش يدوز دوك داكشي ديال بلومبي بغا يدوز هو دوك البوات ديالو اه واش قبوم ايوا راه مصيبه لا ما خصهاش خصها شوف الشروط ديالها خصها تجي في حيط خصها تجي مخبيه الفوق فلا ما كانش حيط عندك الفوق ما ديرهاش تقدر تخدمها حتى في بلون الصراحه هي يحاول ايفيتي بنان ما انه يخدمها بصراحه ولكن الا لا كنتي مضطر ليه عليها تنقول لكم الشباب حاولوا ما امكن ديسينيو مانيال لان فاش تديسيني مانيال هاد المشاكل كلها تتبان واخا راه تختار تيكون عندنا شي نيفو داير بحال هكا نيفو تيكون واحد ديكالاج نيفو تيكون نيفو هكا ونيفو هنا نص فكي غادي نديرو في هاد الحالة البوتر كي غادي نديرو نحطوهم في الحالة فهمتو بعدا دسا كاينة نيفو هنا دال هنا دال هنا ودال هنا وعي هاد الدال مثلا جات في الزيرو هادي جات في ميترو يعني بحال تطلع هنا شي دروج تخيل معايا تطلع شي دروج ما
تقدر تكون هذه الحالة ولا لا؟ كاينه كاين تيكون بزاف دروش هاك اشنو غنديرو هنا بوت اللي غتجي هنا عندك جوج الحالات اما غدير بوتر غتجي هنا روتومبي على هكا البوتر غتجي هنا في البلونشي هادي تتسمى سيب انف الا لقيتي في شي بلون عندك بوتر سيب انف عرف بان كاينه ديكالاج نيفو بيناتهم كاينه نيفو هنا وكاينه نيفو هنا داكور مفهوم الشباب بعض الخطرات بعض الخطرات يقول لك علاش انا نهبط الطوموبيل لتحت غنطلع على الفوق هي حاله واحده اخرى اللي تجي فيها البوتر والناليج الشباب اللي دوينا عليها قبيله فهاد من نديرها هنا نديرها هكا ولكن واش تقدروا تخدموها في حال هكا الشباب بوتر انفيريور سيبيريور هاد الحاله نشركوهم ولا ما نشركوهمش وقتاش نشركوهم وقتاش ما نشركوهمش يعني شركوا البودر واخا شوف وقتاش غنشركوهم الا كانت عندنا هاد المسافه من هنا لهنا هاد المسافه من هنا لهنا لهاد البلاصه هادي صغيرة الا كانت عندنا كبيره كافيه اننا نحطوا الكوفراج ونديكوفري ويدخل بنادم ويركب الكوفراج هنا بلا ما نشركوه صافي الا في حاله ان هاد البوتر هادي جات المسافه صغيره او دخلت في اختها مثلا بحال هكا جاتك في هاد الحاله هادي من الاحسن دير بوتر وحده ما دير سيب ان داكور فهاد القضيه ديال سيب ان سيب ان فراه ماشي ديما خدامه بعض الخطرات خدامه يعني خاصك تعرف وقتاش غادي تشرك دير بوتر وحده وقتاش غادي دير دو بوتر مثلا لنفرض مثلا ان هاد لادال هادي مع هاد الدروج هادو جايه تال الفوق فما عندها حتى شي معنى تشرك هاد البوتر مع هاد البوتر تعطيك فيها شي 3 متر ولا 4 متر ما عندها حتى شي معنى فهمتيني انا تقدر دير وحده سيب وحده انف علاش حيت كاينه الامكانيه فين انه يخدم الكوفراج ويدي كوفري الى اخره الكوفراج داكور هادي باينه قوسين فاي بلون لقيتي فيه ان في سيب خاصك تعرف وقتاش تدار وقتاش خاصها تكون وقتاش ما خاصهاش تكون وقتاش تكون منطقيه وقتاش ما تكونش منطقيه صافي هذا هي اونتر بارونتيز الشباب باش تكون باش تخدم لي ديتاي ديال البوتر وانت مرتاح ما عندك حتى شي حتى شي انتصار صافي هادشي اللي كاين الا عندكم شي سؤال قبل ما نسد اللايف وكانوا يشاركوا معنا بعض الإخوة غير سمحوا لنا ديزاكتيفينا الصوت ديالهم فما ما بغيناش نأكتيفو فهادشي اللي كاين إذا كان شي حاجة جماعة قبيلة ضرب شبا قبيلة بدأت تضرب شبا حطيح على ما سمعتوهاش الله واخا هادشي اللي كاين الشباب ان شاء الله تنتلاقاو في انوار سي بوكر ونطوندو نتلاقاو ان شاء الله الله يستر عليك انوار الله يستر عليك اخويا كمل دوك لا صافي دابا صافي هرمنا هرمنا دوك لي بوتر باش نقدروا نزيدوا القدام راه لا ان شاء الله باش نقدر نبدا فيهم اليوم باش نقدر نعطيكم البلون تبداو فيه البلون اللي صيفط لكم اخر مره ان شاء الله تبداو فيه ديك الساعه تخدموا الراس المره دي خليك ثابت ان شاء الله وها في الاخر شوف الفونداسيون ديال بارتي ان ها كيفاش جات مازال عاد نكملها حتى مازال ما هادي نقدر نصيفطها لك ابو بكر باش دير داك الطابلو تعاود داك الطابلو افيك لي سوميل تعاود دير لي لي ديماسيون ديالهم والديتاي ديال وتخدم دوك الديتاي حيت شتك مازال ما خدمتيهمش مزيان فهمتيني انا ديتاي غير الديتاي داك الطابلو دوك لي كوب لون غرين لي كوب ديال لي سومال الى اخره غير لي ديتاي ديتاي تي كوب ما خدمتهمش وانا نصيفطو لك باش تكمل عليها
فوالا هذا الفونداسيون، هذا البلونشي ديال السوسول او البلونشي او ديال السوسول، هذا البلونشي او ديال غيت شوسي با. هذيك البلاصه اللي قلت لكم الشباب غتجي تيغان، هنا ما غدالاش، وهنا غتجي دال بلان، لان علاش هنا غتجي هنا تجي تيغ بلان، فتيغ بلان ما يمكنش غيتهز على دال ديال الوطي، خص شي دال صحيحه. وربما يديروا شي سيستيم ديال لي طونشيتي هنا على حساب الماء الى اخره، الا كان شي ماء تما. فهنا تبقى فيت، وهذا ديال لي زيتاج كورون غي تشوسي هوف الى اخره الى اخره الى اخره. لي زيتاج كورون هنايا الروتري ليطاج الاخراني يا روتري داكور. هذا انا نصيفطو لكم ديك الساعه تشوفوه مزيان، تهز لي بوطو ديالك سي بوبكر وتحطهم في البلونشي ديالك باش تشوف لي زيرو اللي درتي. وسي انوار غنتسنى منه الديتاي ديال ان شاء الله البوتر ان شاء الله السبت هذه جدا المره نبدا فيهم ان شاء فاليدي. الله اليوم. وسي بوبكر غنتسنى منه الديتاي ديال لي بوطو ديتاي تيب ديال لي بوطو لي لونغرين داك التخربيق كامل اللي كاينه في الفونداس. كاين تما كيفاش نخدم؟ كيفاش؟ انا صيفط لك ديجا واحد الطابلو، صيفط لك واحد الديتاي، وصيفط لك واحد البلون تيب هذا اللي تنشوفوه هنا، هذا البروجي ديال السلا جديده. انا صيفطه لك، ها هو تلقى فيه كاع لي ديتاي. هنا تلقى الطابلو، هنا تلقى واحد الديتاي تيب ديال البوطو، هذا كوبي كولي عاد موديفي فيه وصافي. صافي لي لونغرين ها هما، الا كانت عندك شي لونغرين واحده اخرى اجيستيها بحال تاجيستي لي بوطو. الدلاج ها هو ديجا كاين، ديجا كاين الدالاج. وهذا الفوال، حنا ما عندناش فوال اكسونتري، عندنا كاع لي فوال سونتري. حاول تقادو على حساب هادشي هذا اللي درنا. حنا درنا فيه وقيلة 80، درنا فيه 80، فهنايا هنايا فيه 60، 30 30 20 هي هذيك. لا هنايا فيه 60. داكور وصافي. وديك الساعة منين نتلاقاو ولا شي ريني واحد اخر باش نشرحوا لي ديتاي ديال لونغرين وديال لي بوطو لي هادو ديتاي الفونداسيون، بالضبط ديتاي ديال الفونداسيون. فهمتي علاش تنديروا البيتون بروبروتي، فوقتاش تنديروا كرو بيتون، علاش تنديروا السوكل هنايا، علاش ما تنهزوش الدروج على لونغرين، علاش هنايا هزنا فوق سوكل، الى اخره. هادشي كله نشوفوه ان شاء الله في المره الجايه. صافي ان شاء الله، يلا اللهم يسر يلا نهارك مبروك. شكرا، الله يسر اموركم وهذا.